بدعوكم للترحيب بضيفي الكريم في الجزء الثاني من حلقة اليوم الأستاذ محمد العربي زيتوت. أهلا وسهلا بيك ومنور مع معتز. مرحبا بيك ومشاهديك الكرام. خلونا في البداية نستعرض أو نشوف سويا هذا الإنفو البسيط عن ضيفي الكريم. محمد العربي زيتوت ناشط سياسي وحقوقي ودبلوماسي جزائري سابق، هو من مواليد مدينة الأغواط في عام 1963، تخرج في قسم الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر وذلك في عام 1986، درس مرحلة الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، التحق بالإدارة العامة للشؤون العربية بوزارة الخارجية وذلك في نهاية عام 1986، عين بالسفارة الجزائرية بطرابلس الليبية وذلك في عام 1991، استقال من منصبه الدبلوماسي في سنة 1995 وذلك احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري في عام 1992. ينشط في إطار أمانة حركة رشاد الجزائرية التي شارك في تأسيسها من أجل تغيير النظام تغييرا جذريا بطرق سلمية، هو مناضل في المجال الحقوقي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. أنتم عصابات تنهب البلاد، خربت البلاد، خربت العقول، خربت النفوس. أبرز تأييده المطلق للثورات العربية واعتبرها حدثا تاريخيا لا مفر منه، تعرض إلى هجومات عنيفة بسبب انتقاده لنظم الحكم الديكتاتورية. أستاذ محمد العربي زيتوت، لاحظنا في الإنفو اللي كان عن حضرتك، خليني أرجع لنقطة قديمة شوية ولكنها مهمة، استقالة حضرتك من منصبك الدبلوماسي سنة 1995 احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري عام 92، أو ما أطلق عليها بيتقال العشرية، أسميها البيضاء لأنه لا تسب الظهر. عموما إيه موضوع الاستقالة ده، لأنه أعتقد أنه مرتبط تماما بالحاضر. مرة أخرى جدد لك التحية لك وللمشاهدين الكرام. موضوع الاستقالة كان تراكمي في الحقيقة، صورني في الأيام الأولى للانقلاب، لأني شخصيا كنت ضد الانقلاب منذ اليوم الأول له، ولكني نظرت في الموضوع فوجدت أنه ليس سهلا أن تخرج وأنت دبلوماسي، أنا ذا كنت جديد في ليبيا يعني. ثم أنا كان فيه خطاب يقول من أن الوضع هو فقط ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأن الأمور ستعود بسرعة إلى الديمقراطية وإلى خيار الشعب و فكان هذا أمل من أنه ربما الأمور ستعود إلى أصلها، وهي أن الشعب يختار من يحكم. مع الأيام تبين أن في الحقيقة الجماعة ليس فقط لا تعود إلى المسار الديمقراطي أو اختيار الشعب، وإنما ذهبت إلى خلق عنف سواء مباشر كرد فعل الشباب عليه، أو غير مباشر باختراق الجماعات. في منتصف 94 تأكد لي بما لا يدع مجال للشك من أن أغلب الجماعات الإسلامية التي تسمى إسلامية مخترقة، ومن أن من هو يدعي ويزعم أنه يحاربها في الحقيقة يستعملها، ونحن نمضي في هذا الاتجاه، هذا معنى أنه يذهبون بالبلاد إلى الكارثة. مع ذلك جاء في نهاية 94 لقاء عرف بلقاء روما أو العقد الوطني، واجتمع فيه كل ممثلي الشعب الذين فازوا في انتخابات 91، جبهة التحرير، جبهة الاشتراكية، الجبهة الإسلامية وأحزاب أخرى أو شخصيات أخرى، نادت بحل للقضية الجزائرية. طبعا فرحت، أنا شخصيا كنت دبلوماسي وأنا ذاك كنت نائب سفير، كان مازال تدور في ذهني أني سأغادر بمجرد أن أستجمع نفسي، كان لدي أشقاء يجب أن يخرجوا من البلاد لأني كنت أعرف أنهم سينتقمون منهم شر انتقام. لكن رفض هذا اللقاء، رفض هذا العقد، وقال وزير الخارجية يومها أنه مرفوض جملة وتفصيلا.
في تلك اللحظات، كان هذا في يناير 95، قررت أني سأغادر وأنه لا يمكن أن أكون، علي أن أختار صراحة، لأن هذا حديث نفس كان طويل، علي أن أختار أبقى مع هذه الحكومة وهذا النظام وأقول أنا ما ليش داعي، أنا 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 بعيد، أنا دبلوماسي، بعدين حتى لما أدخل أدخل على وزارة الخارجية مش هدخل على شرطة ولا درك ولا مخابرات، أو أواجه نفسي بكل صراحة من أن النظام انحرف تماما، من أنه لم يعد نظام حكم بقدر ما أصبح عصابة إجرام، وأواجه هذا وأغادر. وهذا الذي قررته في لما جاءت العطلة الصيفية في 95.